بديت وجهة نظري بالجاهز، لأنه تسافر نلغش أيام يعني، خصوصا الناس اللي يعملون يبيعون ذولا، هذول أكبر غشاشين. وأنا أعرف واحد من اللي يعملون يبيع بسرعة بسرعة ذولا، أنه الجدار أنه يبنى بيوم وبنفس اليوم اللي يبناه ويليصه المجرم. واحد من عيارته بوصيخ مقاول، من اللي عمرون يبيعون ذولا، ما يحط الا صيخ واحد بالعمود. والله مجرم ابو صيخ ذات. شريت منه وحدات سكنيه، 4 وحدات، المهم شريت منه، ما اعرضني الاجار، راح وجرته. انا مدريت مر سكنوا يومين، مر يزهم علي احد المستاجرين قال الان تجي، وش السالفه؟ قال جيت نعلمك. رحت لمه وقلت كم رقم الشقة؟ قال شقة رقم 4. جيت طقيت الجرس على شقة رقم 4، مديرة الأمر يطلعون شقة رقم 3. قلت شو مطلعكم؟ قال الله لو وفت متجرنا. إن اللي يطق شقة رقم 4 يشتغل جرسنا احنا رقم 3، واللي يطق جرس بيت رقم 1 يشتغل جرس رقم 2. احنا نسولف ما ردق على اللي دقن علي اللي شقة رقم 4، ويطلع قال انا ما همنا الجرس. قلت وش همك اجل؟ قال انا هام من اني اشغل الدين محنا يا شق رقم 4، نبيه انت اللي خزاني، انت اللي شق رقم 1، وين احنا يوم 20 متر. قطع سبد من الضحك، يقول غرفة نومي، انا بغيت انام، كنت ادق على الشق رقم 3 اقول له طفه، لان الطفايات بالصالة عندهم. فالفساد يا ناس بالكهرب وما الكهرب والسباك تثير بالشغل التجاري، انتبهوا يا ناس، حذركم انا وهذا بيت العمر. قضينا من الكهرب زي النومر، يجي الشتاء وتبدأ خرخرة وهتولة، لو أزعاق يقول بعد 5 أيام تبتمطر خرت.